معنا على الهاتف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد. بعد التحية دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني سيناء الرقعة الغالية على قلب كل مصري، شهدت العديد من المشروعات التنموية المتنوعة التي لها الكثير من الأهداف، وأهمها هو تحسين الأوضاع في سيناء وأيضا أهل سيناء. يعني ما دلالة هذه المشروعات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في تنمية سيناء بهذا الشكل؟ يعني يمكن الدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية سيناء رتبت فيها الأولويات الاقتصادية ترتيبا يتماشى إلى حد كبير مع المنطقة الاقتصادية. يعني لم تبدأ في البداية بالمشروعات التنموية، ولكن بذلت الدولة مجهودا كبيرا يعني في البداية لاستقرار الحالة الأمنية في هذه المنطقة. ولحقيقة الأمر استطاعت الدولة المصرية أن تنجح في هذا الملف وتصبح نموذجا يمكن أن يصدر دروسا مستفادة لبقية الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب. استقرار الوضع الأمني داخل هذه المنطقة كان له آثاره الإيجابية ليس فقط على المنطقة نفسها، ولكن على الدولة المصرية التي انعكس بشكل كبير على تدفق الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي بشكل كبير، واللي أثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذه من ناحية. بدأت المرحلة الأخرى في سيناء بمحاولة فك العزلة التي كانت في هذه المنطقة، وذلك من خلال مشروعات بنية تحتية تعمل على ربط المنطقة سواء بالدلتا أو بالأقاليم أو غيره، وده لتحفيز عملية الاستثمار ولتحفيز التجارة، لأنه لا حديث أبدا عن أي تنمية دون أن يكون هناك شبكة معتبرة من البنية التحتية. وبتكلفة يمكن فاقت خلال السنوات الماضية 750 مليار جنيه، بدأت الدولة المصرية وفي كافة القطاعات مشروعات كبيرة وتنموية في هذه المنطقة غيرت من شكلها، سواء مشروعات لها علاقة بالبنية التحتية أو مشروعات لها علاقة بالتعليم أو الصحة أو حتى الاستثمار في العنصر البشري، إقامة مدن جديدة لاستيعاب الزيادة في السكان، مشروعات أيضا تهدف إلى استغلال الميزة النسبية الموجودة داخل هذا الإقليم، سواء في مشروعات الصناعات الثقيلة أو حتى المشروعات الزراعية وغيره، بالشكل اللي يعني أصبحت فيه منطقة سيناء واحد من أهم محفزات عملية التنمية داخل الدولة المصرية. يعني شهدنا قبل قليل وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الكتيبة 101 بشمال سيناء، لهذه الزيارة دلالات ما هي؟ يعني هذه الزيارة طبعا لها دلالات كثيرة. أولا تشير على الوضع الداخلي أن الوضع التنموي في سيناء يعني ما زالت الدولة تسير فيه بخطوات ثابتة، وأنه هذه البداية، وسوف والدولة المصرية لديها إصرار كبير في التقدم قدما نحو تعزيز عملية التنمية في هذه المنطقة. هذه واحدة. الدلالة الأخرى من هذه الزيارة هي تقريبا يعني إرسال رسالة طمأنة أو ثقة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في هذه المنطقة، للتأكيد والتدليل على أن هذه المنطقة مستقرة أمنيا. الدولة المصرية يعني تبسط هيمنتها بشكل كبير على هذه المنطقة، خصوصا في ظل ظرف دولي يعني معقد إلى حد كبير، سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من الناحية الاستراتيجية. يعني على الجانب الاقتصادي هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية أو تحديدا السنوات الماضية. أرض سيناء بها الكثير من المشروعات وتم افتتاحها من قبل سيادة الرئيس. يعني ما هي أهم المشروعات التي ترى أنها أحدثت طفرة في أرض الفيروز؟ يعني زي ما ذكرت لحضرتك، لو فتشنا كده بشكل بسيط في المشروعات والقطاعات التي استهدفتها الدولة في هذه المنطقة، هنجد حقيقة الأمر أن الدولة لم تترك قطاعا لم يستهدف بعد في هذه المنطقة، وأنه هذه القطاعات رتبت حسب أولويتها ترتيبا منطقيا، يعني بغض النظر عن المشروعات التي لها يعني عوائد اقتصادية زي
مشروعات الزراعة ومشروعات الصناعات الثقيلة وإنشاء المدن الصناعية وغيرها. الدولة أيضا على الجانب الآخر اهتمت بالاستثمار في العنصر البشري نفسه، لأنه واحد من أهم عناصر العملية الإنتاجية، خصوصا في ظل وضع اقتصادي يعني بدأت تظهر فيه بعض المصطلحات الأخرى زي الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على التكنولوجي، وكله أمور تحتاج إلى أن يكون العنصر البشري قادرا على التماشي مع هذه الأمور. والقدرة هنا تشمل قدرة تعليمية وقدرة صحية. فلو نظرنا إلى القطاعات هنجد أن هناك اهتمامات كبيرة سواء في قطاع التعليم، أتحدث عن التعليم الجامعي وقبل الجامعي، أيضا هناك اهتمام كبير ومتزايد فيما يتعلق بالرعاية الصحية بالشكل اللي بتخلق يعني عنصر بشري قادر على العملية الإنتاجية. المشروعات أيضا التي لها علاقة بالإسكان الاجتماعي التي يمكن أن تستوعب حتى الزيادة السكانية حتى 40 سنة قادمة، هذه يعني واحدة من أهم المشروعات في هذه المنطقة واللي بتؤكد حتى فكرة التنمية المستدامة، فضلا طبعا عن المشروعات التي لها علاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة، وده واحد من أهم المصطلحات التي بدأت الظهور والتي يطلق عليها الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر يمكن من أول الأجزاء في مصر التي أطلق عليها المدينة الخضراء كانت سيناء، هل نعم. هذا صحيح وما هي تفاصيله؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك أنه ظاهرة الانبعاث الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية التي تخرج من هذا الإطار واحد من أهم الهموم التي حملتها الدولة المصرية نيابة عن العالم النامي كله، ويمكن ظهر هذا الأمر في COP27 في شرم الشيخ اللي الدولة المصرية أكدت فيه أنه يجب على الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤوليتها في تمويل التنمية المستدامة باعتبار أن هي المسؤول الأكبر عن هذه الانبعاثات، وأن الدول النامية هي التي دفعت الضريبة الكبرى في هذا الإطار. لكن الدولة المصرية اتخذت خطوات يعني مسبقة في هذا الإطار حتى قبل يعني انتشار هذا المصطلح على المستوى العالمي، مش بس تحققت في سيناء ولكن في كثير من الدول. صحيح كانت البداية في سيناء لأنها مؤهلة إلى حد كبير لإقامة هذا النوع من المشروعات، سواء وفقا لاعتبارات الجدوى الاقتصادية أو حتى وفقا لاعتبارات الجدوى الاجتماعية، لكن الدولة مشت في هذا الملف على خطوات سابقة على خطوات ثابتة في كثير من الأقاليم والمحافظات. يعني لدينا مشروع بنبان في أسوان واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات على المستوى العالمي في الطاقة الشمسية، وهي واحد من أهم صور الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. سيناء مؤهلة إلى حد كبير لأن تكون يعني مركز لوجستي كبير لهذا النوع من الاستثمارات، ويمكن زيارة السيد رئيس الوزراء النهاردة بتؤكد على أنه المسار التنمية ما زال يتجه بنفس السرعة في هذه المنطقة، الفرص الاستثمارية متاحة وكثيرة جدا أيضا، والدولة بتسعى بشكل كبير إلى تنميتها وإلى إنشاء حضانات هذه الاستثمارات دعما لعملية التنمية في سيناء واللي بتنعكس على التنمية داخل الدولة المصرية بشكل عام. يعني حضرتك يا دكتور ذكرت أن الاقتصاد أصبح له وجوه جديدة، كما ذكرت أن هناك أو أصبح هناك اقتصاد معرفي واقتصاد تكنولوجي، ما هي هذه الصور من أنواع الاقتصاد الجديدة وكيف نشرحها بشكل مبسط؟ يعني يمكن أي أزمة اقتصادية بتحدث على المستوى العالمي بيخرج بعد هذه الأزمة يعني تغير للأيديولوجية الاقتصادية على مستوى العالم. يمكن أزمة الكوفيد وتلاها الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت بعض المصطلحات التي بدأت في الظهور للوضع الاقتصادي، وهي الاقتصاد المعرفي والاقتصاد التكنولوجي. ببساطة هذه المصطلحات أنا عندي العملية الإنتاجية تقوم على 4 عناصر أساسية: العمل ورأس المال والتنظيم والعنصر البشري. العنصر البشري هو العنصر الأهم في العملية الإنتاجية قبل رأس المال وقبل الأرض وقبل غيره، لأنه الاقتصاد القائم على التكنولوجيا أو الاقتصاد المعرفي بيعتمد بالأساس على وجود عنصر بشري، حتى ولو لم تتوافر موارد طبيعية كثيرة، حتى ولو لم تتوافر يعني بعض المتطلبات الاقتصادية التقليدية.
فالتحول الى هذا الامر يعني كان الغرض الاساسي منه. هو طبعا بدات الظهور مع ازمه كوفيد لانه طبعا الاوضاع الاقتصاديه ارغمت العالم على استبدال بعض الاوضاع زي العمل عن بعد وغيره، واصبحت هذه الامور هي المنحه التي كانت في قلب المحنه الخاصه بجائحه كورونا، وابتدى العالم يعتمد على هذا النوع من الاقتصاديات. طبعا عشان افعل هذا القطاع الاقتصادي لابد ان تتوفر للدوله الحد الادنى من وجود بنيه تكنولوجيه قادره على ان تتماشى مع هذا المصطلح الجديد. الدوله المصريه زي ما ذكرت لحضرتك اتخذت خطوات ثابته في هذا الاطار وتستمر فيها، وده يمكن كمان بيفسر الاهتمام الكبير فيما يتعلق به سواء مشروعات حياه كريمه او لان هذه المشروعات لا تقدم خدمات تنمويه فقط ولكن بتركز فيها شق كبير، بيركز على التعليم، بيركز على مستوى الرعايه الصحيه، وذا نفس الكلام الذي حدث في سيناء بتنميه العنصر البشري وجعله مؤهلا لانه سوف يتصدر عناصر العمليه الانتاجيه خلال السنوات المقبله. ايضا الدوله المصريه يعني اولت اهتمام كبير بعنصر الجذب للاقتصاد السياحي في سيناء، كان هناك العديد من الخطوات لتنشيط السياحه مره اخرى في سيناء، يعني هذا له الكثير من الدلالات. طبعا يعني يمكن اذا كنا نتحدث عن سياحه او حتى تدفق استثمارات في هذه المنطقه، الذي يذكر في البدايه لنجاح الدوله المصريه في هذا الاطار هو استقرار الحاله الامنيه في هذه المنطقه. حقيقه الامر انه الدوله صحيح تكبدت تكلفه كبيره جدا مقابل استقرار الامن في هذه المنطقه، يمكن فاقت التكلفه الماديه تكلفه كان لها علاقه ب يعني شهداء من القوات المسلحه والشرطه المصريه يعني قدموا حياتهم لاستقرار الوضع الامني في هذه المنطقه، ده كان واحد من اهم الاسباب التي يمكن البناء عليها والتعويل عليها للحديث عن اي تنميه يمكن ان تحدث داخل سيناء. لكنه مهما كان الانفاق ومهما كانت المشروعات ومهما كان التمويل داخل هذه المنطقه، دون وجود استقرار امني في هذه المنطقه لا حديث عن اي عوائد ولا حديث عن اي تنميه يمكن ان تحدث لهذه المنطقه. يعني مثلا فيما يتعلق بالسياحه، الدوله المصريه اولا بدات قبل بناء المنتجعات السياحيه وقبل بناء المدن الخضراء في سيناء لجذب السياحه، بدات في البدايه بالملف الامني، ولذلك لو كان السيناريو مختلف وكان لدينا كل هذه المنتجعات دون وجود اي استقرار امني ما كان ابدا يمكن الحديث عن اي عائد او حتى عن اي دولار يمكن ان ياتي من السياحه. ذات الكلام ينطبق عن الاستثمار سواء الاستثمار الاجنبي القادم من الخارج او حتى الاستثمار المحلي لمواطن الدوله، لانه في النهايه المستثمر او راس المال جبان ويبحث عن المكان الذي يعظم ارباحه، وبالتالي كون ان الدوله نجحت في تهيئه واستقرار الوضع الامني في هذه المنطقه، انا تخيلي انه يمكن التعويل على هذه المنطقه بقدر كبير من التفاؤل فيما يتعلق ب العوائد المرجوه من هذه المنطقه، ليس فقط فيما يتعلق بالسياحه ولكن فيما يتعلق بالسياحه والاستثمار والزراعه والصناعه واللوجستيات، وتحدث فيها ما شئت عن تنميه. بالفعل كما ذكرت يعني مصر ضحت بدماء اكثر من 4000 من ابنائها من الجيش والشرطه لتجعل سيناء منطقه امنه لتصل الى التنميه التي نرجو لها. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.